أزل مرحبا بكم في برنامجكم الجديد إكنيون ووال المترادفات الأمازيغية في هذه الحلقة أريد فقط أن أسرد المترادفات اللغوية وتبعاتها وجب أن أعترف هذا ما أعرفه أنا وما وصل إليه اجتهادي وأنا على يقين أن ما لا أعرفه أكثر بكثير وسوف أعتمد عليكم في سرد البقية مما أجهل وأتمنى أن تضعوا كل ما تعرفونه خلاف ما قلته في التعليقات اذا ابدا باسماء سوف في هذه الحلقات سوف ابدا باسماء الحيوانات وعضاء جسم الانسان الفلاحه الاشجار الثمار المحيط يعني من المباني وغيرها وغيرها في المحيط الذي يعيشه الانسان الامازيغي طيب هكذا بدون اي سبب سوف ابدا بكلمه بقره في العربيه وهي كذلك تحمل كثير من المترادفات في اللغه العربيه و... و... في اللغة الأمازيغية توجد مترادفات وتستعمل على أنها مترادفات، ولكن في الحقيقة أكثرها يحمل معاني ولو طفيفة تختلف ما بين الكلمة والأخرى، بعضها مترادفات على العموم، وأصل المترادفات في عموم اللغات ليس في اللغة الأمازيغية فقط، هي كلمات نسي المعاني الإضافية إلى المعنى الأصلي لها، فأصبحت تسمى مترادفات، وإلا في الأصل هي تعابير أدق لنفس الشيء. في عدة جوانب وأبين هذا قب... بعد قليل طيب البقرة في مزيغ تسمى كلكم يعرفوا تافوناست تموغيت تهرويت تاغا آم... تاغنتورت آم... تحجدوت آم... تاست آم... تديريت مثل آم... تاني آم... تباريت وتيخسي نعرف في جواب تيخسي تستخدم بمعنى آخر طيب هذه اللي ذكرتها قبل شوية أغلبها ع... ت... تحمل معنى إضافي إلى معنى, معنى كونها بقرة فمثلا تاغا تطلق على ال... 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 البقرة الحلوب ها؟ التي تذر حليب كثير آه، تيديريت غالبا تطلق على الغير مستأنس منها اللي هي البقرة الوحشية تهرويت غالبا تطلق على الهزيلة آه، زيها زي مثلا تحجوط حتى هي تطلق على البقرة الهزيلة وليس السمية طبعا. أم بل حتى بقرات أضيفت إلى معاني أخرى مثلا بقرة البحر تسمى تفونس نيل أه وكذلك أه وسوف نصل إلى المعاني الأخرى طيب أه عندنا اسم حتى للبقرة التي لا تلد البقرة اللي ما تجيبش العاقر نسمو فيها أه تشكرامت مثلا و أه تسمى بها البقرة أه الصغيرة الحجم الصغيرة الحجم ليس في العمر أما الصغيرة في العمر فعندنا عدة أسماء منها أجندور وهو الأشهر وهو لقب عائلي عندنا في ليبيا أكندور أجندور عفوا آه وهو لقب عائلي عندنا في ليبيا ومنها بغو آه أحسيس آه أباركاو آه أجايز أه وانا متيقن اني نسيت مترادفات اخرى أه فنتمنى منكم انكم من تذكروهم في التعليقات هذه حلقات بنديرها بسيطه جدا وصغيره باش أه أه تكون مستمره طيب أه ماذا عن ذكر من البقر أه اللي هو الثور باللغة العربية احنا عندنا مثلا نقول أزجر وهو الاسم المشهور نسمي كذلك أفوناس آه، وازجر هي ما عندهاش مؤنث لكن افونس طبعا هي تذكير لتونس أه وارامول واي اي وجو uh, يا يا و هناك انواع من الاسماء كذلك للثور مترادفات لها فمثلا آه، الثور اللي يتخذ للفحوله يعني للانجاب آه، فهو اغوي وايضا في بعض المناطق اجنتور اللي هي تاجنتور طبعا وبعدين عندك الثور الهزيل يعني اللي ما فيش فايده بكل لا في الزراعه ولا في الانجاب ولا في شيء اخر وغالبا يستخدم للذبح وهو احجوط على فكره في شعراء استخدموا حجوز هذه بمعاني معنويه كثيره وهذا موضوع ما خلوه لحلقات ثانيه اللي هو الخصائص الادبيه والكلمات اللي تنتقل من معناها المحسوس والمادي الى معناها المعنوي. الطور الضخم اه اللي هذا يتسمى افونس ولا اهنا دور وطبعا الـ 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 الثور الفتي الناشط ثور لكنه ناشط هيك ويسمى الثور الفتي عندنا في جبل نفوسه ذكره الشماخي في السير اللي هو اماد او اماد في الوثائق القديمه نجد لقب عائلتي مادي الاصل فيه هو اماد وليس امادي اليا كما هو اليوم في الغالب يا النسبه العربيه زي مثلا الباروني هو ابارون وغيرها من الاسامي به الثور اللي يستخدم في الحرث ويكون في الغالب مخصي وضخم هيك وعضلات وكل شيء آه يسمى اقرش آه آه ماذا عن رعاة البقر الناس اللي هي تهتم بالبقر احنا نقولوا في نفوسها انيلتي نتفوناسين وامكسا نيزجارن هناك يعني مجالات كثيرة ترتبط بها يعني مش مرتبطة مباشرة ولكن تسمى بها أشياء أخرى من داخل المجال متاع البقرة اللي هو مثلا عجل البحر في اللغة العربية يسمى في عنده يعني مثلا آه ارتباطات اخرى باللغه الامازيغيه والاخري ولكن احنا يعني ما نخش فيه لان هذه مش مرتبطه مباشره بالمترادفات الامازيغيه مباشره آه توا التحدي لكل واحد منكم يعطيني مثل شعبي في تنوعكم في اي من هذه الاشكال الاسماء اللي ذكرتها قبل قليل وطبعا اذا كنت انت اديب ومتقدم لغويا اعطيني بيت شعر تستخدم فيه الالفاظ هذه واذا كنت اكثر قدرة وعندك معرفة أدبية أكثر وأكثر، خذ أي من هذه الكلمات المرتبطة بالبقرة وضعها في وأعطيني فيها مثل شعبي أو عفواً أبيات شعرية متعلقة بنفس الكلمة ولكن أعطت مجال آخر، زي ما قلت مثلاً قبل شوية آزجر لو حطيناها في في, في 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 بيت شعري قد تعني الإنسان القوي وإلى آخره. على أي حال آه زي زي ما قلت قبل شوي يعني الاوماد آه وغيره في الدلالات على غير آه معناها ارجوكم ارجوكم تحطوا كل تعليقاتكم وتديروا كل اضافاتكم هذه حتساعدني في كتابي عن المترادفات الامازيغيه اللي اشتغل عليه من سنوات ونتمنى نتمنى تعاونوني باكبر قدر ممكن تنمرت من وفي الحلقه الجايه بنجيبوا اسم اداه من الادوات في البيوت الامازيغيه تنمرت